واش العزاوي هانيين كلشي بخير الخوت هانيين مرتاحين توت سا سباس بيان. اليوم الخوت عندنا فيديو يونيك ماشي كيما كاع الفيديوهات. اليوم ان شاء الله عندنا واحد السيري جديدة ديال لي فيديو اللي يستافد منهم بنادم. اول فيديو ان شاء الله غادي يكون عندنا هو الحوايج اللي خصك تقلب والحوايج اللي خصك تعرف قبل ما تشري موتور بون اوكازيون. ما جيش ندوي على تي سترايد ولا على موطر جداد اللي باقي انت هو الواحد تيركب فيهم كما تنشوفو في هذا السكريبت ديال لي موتور مكازا اللي الله اول واحد تيركب اليوم. ليسونسيال خوت اليوم ان شاء الله غادي ندوي على موطر بون اوكازيون اللي كتشريهم من لي بلاتفورم بحال لوبونكوان بحال افيتو بحال فيسبوك ماركت. المهم عطا الله المهم ما تربون اوكازيون ان شاء الله غادي نستافدو ان شاء الله اليوم. وما غاديش تكون هادي هي اخر ايبيزود ديال هاد اللعبه اللي قلنا ان شاء الله غادي نديرو فيديوهات اخرى ان شاء الله. المهم الاخوان اليوم غادي يكون الفيديو ديالنا بارابور ما غاديش يكون بحال الفيديوهات الاخرين اللي فاتو دازو ديال تيسترايد اللعبات. غادي يكون اليوم ان شاء الله كيما قلنا كونسيبت جديد واللي عجبو هاد الكونسيبت يدعمنا بلايك الخوت ويخلي لنا كومونتير اللي يزيد جداد الحوايج اللي غادي نشوفو جداد. المهم اللعبات اللي بغيتونا نشوفو. وهذا هو بلانا الخوت وبيس ليكم تلاقاو مورا الانترو. اول حاجه الاخوان اللي ننصح بها العزاوه والدراري اللي انا اصلا تنديرها وغادي تنضمن كلشي غادي يكون تيدير هاد اللعبه هادي هو انك تدخل اليوتيوب وغادي تشري الموتور اللي بغيتي تشري. المهم تقلب عليه سواء الفيديوهات ديال المغاربه سواء الفيديوهات ديال الناس اخرين ومن الاحسن دير مغاربه باش فهمتي حنا اللي هنا نفس المشاكل ونفس اللعبات تيكون عند نفس الدراري فهمتي. غادي يوصلك غادي يوصلك الكونتون غادي تشيكي البري غادي تشيكي شحال كما قلنا الخوت البري ديال الموتور غادي تشوف لي زافونتاج لي زانكونفينيون بحال السخونية الكيفوات اللي فيه اللعيبات اللي خصك تقلب اللعيبات اللي غاليين في الموتور اللي خصهم ميكونوش خاسرين في الموتور اللي غاتشري. المهم هذا هو البلان توب سبيد الموتور باش تسيي تعرف شحال خصو يوصل لي يكون شي ديفو في الماكينه. اني واي هادشي اللي كاين الاخوان في لاكس الاول. دوزيام واكس ولد مهمتي هو الكارت غريز. الكارت غريز كما تشوفوا في هاد التصويره هادي الفاس دافون الفاس القدامي هادي الحوايج اللي عندك تقلب فيه وهادي تقلب الماتريكول راك عارف تشوف شي ماتريكول مزيانه تفوت على داكشي المقسوم داكشي اللي فيه الدخل والترقيم سابق تهزك الترقيم سابق تشيكي كاين سيتا تفوت تشيكي الترقيم سابق والموديل الديوانه صراحه ما كاينش شي حاجه امبورطون في هاد الفاس قدامي. ومن بعد تشوف الفاس اريير اللي فيها قويه تشوف لا مارك. المهم راهي الاول كما تشوفوا يا مارا غادي تشوف الرقم داك النيميرو الشاصي خص يكون فيه 17 رقم الخوي. كاين الموتور اللي تلقى تيبان لك النوامر وكلشي ولكن ما تيكونش فيه الارقام وما هادو خصك تلقى في النيميرو الشاصي 17 رقم. وخص تاني خصك تشوف البويسونس فيسكال مع نومبر سيلاندر مع نومبر بلاص شحال من تيركب فوق الموتور. هاد الحوايج ديال الخوت اللي تيبانو ليكم اللي بازيك وساهلين ولكن كاين بنادم اللي تيتخور فيهم. خصك اخويا خصك تشوف لا بويسونس فيسكال بحال دابا تنقول الموتور بحال دابا الكارت غريز ديال ليكس تي اكس فيها 7 الخيل كاين اللي تتلقى الماطر تتلقى فيهم تتلقى بحال دابا تي ماكس خص تكون فيها دو سيلندر وفيها 5 الخيل. تجي تلقى كارت غريز مدقوقة عليها فيها واحد واحد كاين اللي تيديرها اون هازار هاكاك تيديرها باش تدخل ليه الموتور رخيص من على برا في الديوانة تيزلا خيل واحد تيدكو على خيل واحد تيزلا الوراق تاع ليكس ماكس 125 وكاين اللي تيدير هذاك الشيء باش يدك لها اوراق ديال شي موتور اخر. المهم هذا البوان هذا راه مهم الخوت
خصكم تردوا منه بالكم. ودابا لي زاوي وصلنا للمرحله ديال تشيكي واش هذاك الفي ان اللي عندك وداك لا داك النيميرو الشخصي اللي عندك هو هذاك. هاد لابليكاسيون الخوت واخا هي بالفلوس تقدر تشريها، المهم تتشيكي بها تدخل، المهم راه مزيان تدخل تشيكي بها. بعدا واش داك الموطور عندك فيه وراق اليوم ولا القهوة ولا ديري لك فيه شي ورق ديال شي كاميو الاحسن. المهم واخا هي بالفلوس ولكن المهم دابا خود فاش تقلب النيميرو الشخصي اللي عندك في الكارت غريز تتلقى هو هذاك مريق اللي ما مديكلاريش بلي مشفور على برا. المهم مريق النوامر ناضيين، تجي تتقلب واش النوامر اللي في كارت غريز ديال الموتور كبيده ولا ماشي هما، ولا هم دكوين ولا هم ضروبين بالمطرقه محطوطين تما. تجي دابا كارت غريز مريق له، ولكن واش اصلا هي ديال داك الموتور ولا ماشي ديالك؟ هذا هو البلان اللي خص بنادم، هذا هو البلان اللي تسيح فيه بنادم بزاف الخوت. انت دابا كاينه واحد الماكينه ولا تضرب بها، تضرب بها النوامر تتحطو هذا بحال اللي تشوفوا دابا في الفيديو، تقول هذا عند اوريجين. ولكن تمشي عند صحاب الخبره، عند الناس اللي تعرفوا في هذاك الشيء، راه يعطيك واش النوامر هما هذوك ولا لا. بارطاجي مع الدري في الجروب حتى الله ما يد هاي بار اكزومبل. بحال دابا بحال هاد النوامر اللي تنشوفو هنا بحال هادو تيكونوا بحال ديال 750 بار اكزومبل، بحال الكاوا كامله تزيد 1000. المهم تيكون كلشي تيكونوا فيها هاد النوامر. بار اكزومبل الاكس تي اكس فيها نقاط، النوامر مضروبين بواحد النقاط. المهم انا تنهضر على الماتر اللي مدوز انا، انتم غادي تسولوا الدراري غادي يعطيوكم اللاصق. ايوا دابا وصلنا للمرحله اللي عزيزه العزاوي كامل اللي تيبغي يشري الموتور اللي هي السياج. اول حاجه تجي تقلب البولونات، تقلب واش كاين البوليستير في الموتور، تقلب الجناب كاريناج، داكشي اللي تشوفو بعينك في الاول، الحوايج اللي غاليين اللي لا بغيتي تشريهم تلقاهم غاليين، فهمتي البلان؟ الحوايج اللي تيجوك مع برا تضار ما تعرفش منين غادي تلقاهم، الحوايج اللي ما كاينينش. ثاني حاجه تشوف البنوات، داك العمق البنوات بحال كيدوزنا في البيرم، البلاكيطات انت تشوف الديسك تا هو تشوف لي بيسور تاعو واش هو هذاك لي بيسور بحال كتشوف هنا 3.5 ما خصوش يفوتها. تتشوف داك التخلخيل ديال السنسله مع البينيو، واش البينيو السنسله واش هما هادوك واش نقيين. تدوزيك الساعه تجرب لي زامورتيسور، تورك على الموتور من القدام من اللور، تتشوف سميتو السسبونسيون ديالو واش مزيانه، تتقلب لا ريد ويلات واش المونتيسور ناشف واش لا ريد ويلات مزيانين. من بعد تدوز للبوز بيات دوك الجانب ديال الكيدون اللعيبه، تشوف واش الموتور فيه طايح، هادو تيوريوك الا الموتور واش فيه طايح لا فيه شي جرحه في هاد اللعيبات هاد. ثاني حاجه ثاني تشوف الكادر كما فيه تعوج ياك ما مسودي، واخا غادي تا تكون تتسيي وغادي تطلق يديك وتعرف واش تيجر لشي قنت، واش الموتور تيجر لشي قنت ولا لا. تشوف الكوفيرات ديال الجنب ياك مضروبه شي وحده ياك ما مسوديه، الكاريناج خلاص دوينا عليه صافي. دا تشوف داكشي اللي تيبان فيزيالمون فهمتي، هاديك الساعه الا كان صاحبنا في الشكل هادي يخليك تسيي الموتور، ما كانش عطيه لمو شي ديريكتا ولا نسوق صحا ولا هادي يركب وراك. المهم فاش تيجي هذاك تيجي الوقيت فين تمشي تسيي، بغيتي تسيي اي لعبه طاحت لك على عقلك في هذاك الموتور، بيتسيي لومبرياج واش تيفونكسيوني مزيان، بيتسيي السينيالات الكود فار العباد، بيتسيي السخونيات الموتور، بتعطي قالي لي بوسيبيليتي اللي هادي يقدر يكونوا في الموتور، كنتي تكابري كابري به كاينش الاشكال. بيتي تسيي بيتي دوز كاع لي رابورت الفيتاس بيدوزهم، ياك ماشي بيني وتي لاشي في البواط فيتاس ولا شي لعبه بيدوزهم. هاد اللعبات اللي تنقول لكم الخوت اللي طاحوا فيهم الدري صحابي اللي طاحت فيهم تان، دوز لي رابورت فيتاس كاملين، تتسيي الفريناج عاوتاني، الموتور واش فيه لابيس واش ما فيهش، هذاك السيستيم دابيس راه باين. غادي يجي شي فيديو ان شاء الله ديالو بوحدو، حيت كل موتور فيه اللعبات اللي باش تعرف واش لابيس خدام ولا لا. غاتسيي السيسبونسيون في الطريق، واش المونتيسور تيمشيو معاك في السسبونسيون ولا لا، حيت فاش تكون غادي ماشي هي السسبونسيون فاش تكون واقف. المهم اخر حاجه الخوت تتشوف تتمشي تضرب على فيزيت تكنيك، حيت راه تقدر تشي لعيبات اللي ما شفتيهم اللي انت ما شفتيهمش يقدر
يقولوهم لك في السيرفيس في الفيزيت تكنيك حيت يلونسيوهم هذاك الشيء تاعهم تيعرفوا واش الموتور مشفور ولا شي لعبه. المهم هذه اخر حاجه ديرها هو تبقى اخر حاجه الخوت. حنا نادم حنا بحالنا تجي شد موتور بونوكازيون كيما انا كيما ولاد الشعب كاملين تتخارى باش تشري بونوكازيون. كان في ديك تشري امبالي عشيري شريه موتور امبالاج تيوصلك في الكرتونه طال داركم اللي يسهل عليك واللي يسهل على الجميع. ما تنحسدو حتى واحد اللي دارها بدراعه واللي يسهل عليه واللي داروا عليه والدي حتى هو اللي يسهل عليه. وبينا كل شيء يصوب كل شيء يدوز هذا هو البلان. وما كاين غير دور البنو الخوت وما تبخلوش عنا بلايك وجيم لايك وابوني ولشي لعبه الا عجبتكم خليوها في كومونتير.